بيتلز الشهيرة والتاريخية كما أوروبا. ميلنر ميلنر يوسع فيرجيل فان دايك الهولندي المتحدي وفيلت والتسوار وهو الثاني في ترتيب الأندية الفرنسية بعد أولمبيك ليون. رأسية رائعة جو كوميس كافاني في الانتظار كافاني ترجع الكرة والتسويب هذه هي 59 جول وكرة طويلة من صلاح من أوروب شوف يا سلام شنو هذا أرنولد أرنولد اللي وسع إرستاريجو روبرتسون مرة أخرى جول جول داني إرستاريجو ليفربول المهول الليفر مشاهدينا الكرام في حالة جنون بثلاثي الذهب صلاح ماني وإرستاريجو كل الدفاعات تنحت في هذا الليل ليفر كافاني وهذه كرة تسويب امبابي كيليان امبابي بمتابعة جيدة طبعا لتوماس توخيل لك صلاح لكن يتباطأ صلاح وما زالت الكرة لليفر ضربة جزاء ضربة جزاء بالصافرة التركية فيتنالدوم خوان برنات هو القائم بالإعاقة الإسباني هذه الكرة ضربة جزاء يقود قافلة ليفربول في ضربة جزاء يتقدم ويمشي ميلنر جول الهدف الثاني وباريس سان جيرمان يعاني ليفربول بكل الأماني زمان يبدو زمان ليفربول انجليزيان واوروبيان مع ليك كان اعتماد منصات الصواريخ الفريق الانجليزي خوان برنات في ملعب انفيلد كره من توماس مونيي دي ماريا يوسع والتسويب جول بلجيكا يا سلام توماس مونيي في الاراضي الانجليزيه ياتي الهدف الاول للفرقه الباريسيه هذه هي نجوم بي اس جي المتوهجه في مدينه ليفربول وتوماس توخيل يرجع في اخر اللحظات ويعد ادوار الشوط الثاني من قمه النحت والخطوره جول هنالك مخالفه هنالك مخالفه لأليسون بيكر للامانه نقول هذا ولكن الحكم التركي جونايت شاكر يحتسب هدف ثالث لليفربول وغضب كبير من توماس توخيل السافره التركيه هنالك تجاوزت الاهداف نحن نقول هذا بكل امانه قبل تسجيل فريق ليفربول ارنولد ليوسا غريبه من ستاريتش غريبة وعجيبة من دانيال ستاريتش كورة الركنية من جيمس ميلنر بالرأس تعدي على الكل وتعود ركنية أخرى بعد رأسية كافاني كافاني في المساندة الدفاعية يسمى على مستوى العين لكن سلامة لأندرسان أندرسان فان دايك والتسويب خالية تماما من المواطنين تحذير مع الشوبو نيمار مبابي يفتك نيمار 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 وضيع الكرة محمد صلاح في نقطة الجزاء ماني ويراوغ شنو هذا؟ شنو هذا يا سنغالي؟ أنت تمضي ولا تبالي وكان هذه الكرة هذه نيمار ما يعديش مع أفضل المدافعين أخرى لنيمار نيمار وهذه كرة جول كرة جول جول كيليان كيليان الفنان كيليان مبابي كيليان الغزال في فرنسا أكبر
عمر فنان سيدمر كل الأرقام الفرنسية في قادم المواعيد الكروية. ألكسندر أرنولد. أرنولد. ملا كرة. شنو هذا؟ بدل ضايع. شاكيري اللي وسع في القائم الثاني. كوجوميا. فيرمينو. فيرمينو. يراوغ فيرمينو. مشاهدينا الكرام هنا إذن اللعبات مشاهدينا الكرام بالفعل يعلن الحكم شاكيري على نهاية المباراة في ملقاة العاصمة باريس سان جيرمان. وسط الميدان اليوم فيه ارتكاز اللاعب رقم 5 ماركينوس البرازيلي 6 كالعادة في الشوط الأول. يمشي دي ماريا باري يحب يبادر بالعادة بالأول خطيرة من بابي والكرة الأولى من بابي. إذا ما يمكن الجزم به أن المباراة في لغة الميدان الكروية كرة خطيرة. صلاح يمشي وكيب سجل 11 هدف هذا السيزون والهدف بالرأس أول أولادي والكرة في تسلل. مش ممكن مش معقول في وقت الكلام عن غياب الرأسيات. أين رأسك الذهبية يا سلساو؟ أين رأسياتك؟ خسر 2 ببلغراد يخسر أيضا في نابولي. هذا مهم جدا ولكن كونتر أتاك هرب صلاح. صلاح لحاله ترجع الكرة عن طريق ماركينوس. ماركينوس البطل الأولمبي ترجع الكرة وسط الميدان شوبان باري يمشي نيمار هذه مبابي خطيرة وصالح سان جيرمان كرة ممتازة لكافاني والكرة ترجع خطيرة والهدف الأول للبي جي 1-0. بداية منتظرة أكدت على سهولة الاختراق على سهولة الوصول. برنات خوان يسجل أغلى أهدافه. برنات الماتادور يسجل في مرمى السلساو البرازيلي. بكرة للسامي للأجوال 1-0 لسان جيرمان. فرحة الأنصار فرحة الولتراس وحلقابها بكؤوسها بأسمائها بنجومها بكرات ذهبية. يريد فقط لقب دوري أبطال أوروبا أو على الأقل أن يقبل المباراة. يمشي كرة خطيرة يخرج يخرج المباراة يمشي ميلان يصعد كرة صلاح 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 حط الكرة وأول تسديدة. كيمبيمبي يعتذر بوفون يقول له سامحتك وسامحناك. كرة ملعبها طويلة ترجع من صلاح لعب أخرى الآن لعب أخرى الآن يعني لو كان يلعب الكرة ترجع من راس برجيل يحاول يصلح خطأ وخطيرة. كينوس يمشي السنغالي ينجح في التوزيع يطالب بلمسة يد البينر جيمس 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 يوزع كرة خطيرة ساديو والدفاع نيمار نيمار حط الكرة مبابي ثاني 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 لولا ليسون هذا هو العنوان والضربة ما يضربش ماركينوس ترجع كرة نيمار مش يحط بابا برازيلي مع برازيلي ما يبين يمشي بالكرة جيمس منير خطيرة على القائم الثاني التعادل ممكن فيرمينو يرشق طبعا المساحات مسكرة والكرة خطيرة والتسلل تسلل والضربة ما يضربش ماركينوس ترجع كرة نيمار مش يحط نيمار مش تجي بي جول 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 مش ممكن والثاني نيمار ني ني نيمار حكاية وحكاية واصل كورة ممتازة جدا من كافاني المعقول المقبول المنتظر الفني التكنيك انه كورة مبابي كافاني تدخل أليسون رجل المباراة ليفربول ولكن هدف لفريق ليفربول يمشي بالكورة عن قائم الثاني كورة بعيدة زملاء تصور مش يشيروا لها هذه القوة الشخصية لأنه عندي ولكن تغطي دي ماريا دي ماريا بلاتي فمش كلام فمش كلام هو ما زفرهاش حتى ركنية نقول ضرب الجزاء هو ما حطهاش دب الراس واموره الاتحاد الأوروبي وحاسبه أنا في رأيي بلاتي يمشي ضربة تمشي ركلة يضرب الكورة ويحط جول الليفر يسجلون هذا الليفر رغم السوداء الشوط الأول رغم الضياع في الشوط الأول رغم التوهان في الشوط الأول يبقى في الكورس يبقى في السيب خطيرة لمصلحة خدي ماريا الرفيق والعدم الثالث العدم الثالث وتسلل تسلل على ماركينوس لا مش هذا دفاع الريد صفر لا 2-1 يبقى كل شيء جاهز كل شيء ممكن فما خطأ نعم فما فاول ضرب جزاء سبورتير كثير من الحدث الحدث شخصيا يعني وفي مباراة المتعة والكرة تمشي جيمس مينار خطيرة والتعادل قريب
طبعا والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق ساديو عدة خطيرة هي والكرة عرضية أخرى شابو نلعب والكرة للعشرة نيمار يجيب له واحدة نيمار والحارة براتي يمشي براتي يلعب كرة دويلة ويلعب الكرة الأربعة ما يجيبهاش كرات اللي لابس هذه ولا الأخرى يلزم يتوج حسابات يا سادة ترجع الكرة وش عمل هجومي قبل حل يمشي ساديو يلعب على برتسون صلاح يتمركز والركنية الركنية الحمراء ليفربول صلاح لا هي روبرتو فيرمينو على القائم الثاني يا روبرتو معك الأحمر ليفربول يلعب صلاح ممتاز صلاح حد المدافعين في ظهره خطير والحكم قال لعبوا الاثنين اتقاتلوا الاثنين يرجع رقم اثنين بالرأس ليفربول شكل ثاني هذا متوقع والثاني التعادل ضاع من فيرمينو أنا اللي سميتك روبرتو ديناميت وفي دقيقة 60 من يوم الأربعاء هذا القائد يلعب الكرة صلاح واحدة في فيرمينو اوي 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 ارجع الكرة طويلة في دار الدفاع اول مرة الصلاح يعرف دار الدفاع لكن كانت قوية علي برشا امضاء انه شوط بشوط اذا اتفقوا شوط بشوط وحتى الوكس كيران يستنى كيران يرجع في التوزيع والقائم الاول فيرجيل وكرة كورمال البرازيلية في الشامبيونز متجاوزة كاكا بالراس ما التصدي مش ممكن مش معقول انت اليسون ضربه ماركينوس اكيد جول اوكي جول شور جول ولكن ليفر عنده اليسون نيمار شركنا نيمار يراوغ نيمار مشينا من نيمار بينالتي لا فما شيء ما فما شيء وجمهور الفارك يسعد جمهور الفارك اللي اختار دول الجول يمشي مبابي هرب مبابي جنب برشا يحط كره بعيده مستحيله جنب برشا مبابي يعني هرب بها الكرة على الطرف كان مستحيل يعدل على ساقه ويستمر 2-1 في ماتش يستاهلوا البيشي مباراة الذهاب اندرسون يضرب شاكيري واسع القائم الثاني والحكم يقول خطأ مرت سليمة يا أولاد البارك مرت سليمة